حبيبي، بس يا عن امك بقى. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماله الواد؟ صعبان عليه اللي انت عامله في امه. دي اللي عمل فيكي كده؟ طبعا، ما هو انت لو كنت بتسال كنت عرفت. بس ازاي انت عامل نفسك مقموص من ساعه ما جيت وما بتسالش فيا؟ الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، مش هنعيده تاني. مين اللي عمل فيكي كده يا سميحه؟ العقربه اللي انت رامي نفسك في حضنها ليل ونهار وكارفني ورميني رمية الكلابة. انت بتضحك ليه دلوقتي؟ انت عايز تستفزني وخلاص؟ انت مش ملاحظة ان الواد سكت ودراعك اتصلح وشوحتي بيه؟ يو بقى، طب اهو بقى، اهو بقى. ربي بقى، بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما انت عارفة انك ما تهونيش عليا. ما هو انت يا اخويا واللي كان هنت يا عبيطة. ده انت الضحكة اللي بستناها ما بدخل البيت. ده خفة دمك وشقاوتك دول والعسل اللي بيطلع من بقك ده بيخفف على الواحد اي حاجة وحشة تحصله طول اليوم. وطبعا انت عارفة وفاهمة الكلام ده كويس، عشان كده شايفة نفسك عليا. ما هو انتوا كده، اما الواحدة فيكوا تعرف ان جوزها ما يستغناش عنها تقوم تعمل فيه كده. هو انا عملت حاجة؟ حرماني من ضحكتك الحلوة. صحيح يا فواز، ما تقدرش تستغنى عني؟ برضه بتسألي؟ لا إله إلا الله، وأنا اللي بقول سميحة دي إيه؟ لماحة بتلبح الحاجة قبل ما تطير. حقك يا حاج، لو كنت زعلتك. ما بعرفش أزعل منك. يلا قومي ننزل نفطر، وليكي عليا بعد الفطار. هاخدك وآخد العيال وننزل نجيب لبس العيد وكل اللي نفسك فيه. صحيح يا حاج. مش بس كده تقالي، ده أنا هوديكي تشربي الفخفخينة اللي بتحبيها. هتشربني فخفخينة بجد؟ صايم. اتهدي بقى، اتهدي، لا ده لسه ما ادانش. لا اله الا الله، لا اله الا الله.